أساتذة كلية الآداب بجامعة إسطنبول يحيون ذكرى الأستاذ الدكتور محمد حميد الله، شخصية نموذجية عشقت السيرة النبوية فتعلمتها وعلمتها. أفكار الأستاذ الدكتور محمد حميد الله وإنجازاته بعد قليل في الألوان السبع. وبين يدينا شخصية مميزة تركت أثرا كبيرا في نفوس أكاديميين وباحثين وعلماء لا زالوا في تركيا إلى يومنا هذا، محمد حميد الله أستاذ الأساتذة، هكذا يوصف في تركيا. جهود حثيثة دفعت به بعد دراسة القانون في مرحلة البكالوريوس إلى عشق السيرة النبوية وإلى التأليف فيها. درس في الجامعات الغربية والتركية، ولكنه قبل ذلك وبعده أحب سيرة المصطفى وتتلمذ في جامعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه محمد حميد الله أستاذ للأساتذة، يسعدنا أن نستضيف هنا أحد أصدقائه وزملائه والذين قاموا بجهود حقيقية في ترجمة كتبه ومؤلفاته. اسمحوا لنا هنا أن نرحب بالأستاذ الدكتور إحسان ثريا صرما، أستاذ التاريخ في جامعة سرت، أستاذ للتاريخ الإسلامي تحديدا. أهلا وسهلا بك معنا حضرة البروفيسور، سعداء جدا باستضافتك والحمد لله على السلامة. شكرا. ونتمنى لكم عاما مليئا بالخير والبركة والإنجاز إن شاء الله. أحبائنا الأكارم، اسمحوا لنا أن نعرفكم بداية بشخصية محمد حميد الله وأثره في الحياة، ثم بعد ذلك نبدأ الحديث عن شخصيته وأثاره وأيضا قراءاته ودراساته. طلاب وأساتذة كلية الآداب بجامعة إسطنبول يحيون ذكرى الأستاذ محمد حميد الله الذي نقل إلى الجامعة علمه وتجاربه على مدى 25 عاما، حيث غدت الدراسات التي أنجزها الأستاذ حميد الله في مجال العلوم الإسلامية ولا سيما السيرة وأفقه في التفكير نموذجا لكثير من الأكاديميين. ولد محمد حميد الله عام 1908 في مدينة حيدر أباد، ودرس فيها وتخرج من كلية الحقوق. ومنذ السنوات الأولى للدراسة اهتم حميد الله بمجال السيرة، حيث سافر عام 1936 إلى باريس لأجل إتمام دراساته العليا في هذا المجال، وحصل على درجتي دكتوراه، إحداهما من جامعة باريس والأخرى من جامعة توبينغ بألمانيا. في الخمسينيات من القرن الماضي بدأ محمد حميد الله يعرف شيئا فشيئا في الأوساط الأكاديمية الدولية بفضل أفكاره الأصيلة وطرق الدراسات الجديدة التي طورها، وقد انتقل إلى تركيا وقدم دروسا لمدة طويلة في كلية الآداب والحقوق بجامعة إسطنبول وأنقرة وإزمير والمعهد الإسلامي العالي بكونيا، وساهم في هذه الفترة في تنشئة الكثير من الأكاديميين الأتراك. توفي الأستاذ الدكتور محمد حميد الله الذي يعتبر من أكبر العلماء المسلمين في مجال السيرة عام 2002 في ولاية فلوريدا الأمريكية. ونجدد الترحيب بأستاذنا الحبيب الأستاذ الدكتور إحسان ثريا صرما، أهلا وسهلا بكم معنا. مرحبا. أستاذنا 17 لغة، أستاذ جمع علوم ولغات الشرق والغرب، درس في جامعات أوروبا ودرس في جامعات الشرق، تعلم وتتلمذ وأسس للمعارف بنظرة كبيرة جدا. حدثنا عنه أستاذنا الكريم، من هو أستاذ محمد حميد الله؟ أنا أريد أبدأ بكلمة قاله يعني الغربيون المستشرقون لمحمد حميد الله، كانوا يسمونه فأرة المكتبات. فأرة المكتبات لأنه يعني متواجد دائما في المكتبة في العالم، لم يبقى مكتبة إلا وهو زار. هذا هو يعني محمد حميد الله. وأريد أن أصحح كلمة أنت قلت، أنا لست زميله، أنا تلميذه. التواضع أن تشكر عليه أستاذ. لا أنا تلميذه يعني محمد حميد الله رحمه الله. أنا عندما كنت طالب في جامعة أنقرة أنا تعرفت معهم في عام 63. نعم يعني منذ زمان طويل، رحلة طويلة. نعم ألقى محاضرة على السراخسي،
وكان صرح المؤلف المبسوط. المبسوط كان نعم. يحمل المبسوط 30 مجلدا وهو ضعيف يعني جدا يعني نعم. في عام نعم 64 أنا تعرفت معه، وإلى وفاته أنا كنت أراه وأكتب دائما يعني. جميل، هذه رسائله إليك أستاذنا. نعم. أليس كذلك؟ بعض رسائله. نعم، هذه حبذا يعني لو قام الإخوة في دائرة الإنتاج والمخرج بعرضها على المشاهدين، هذا الكتاب هو الرسائل الخاصة من الأستاذ محمد حميد الله إلى البروفيسور نعم. إحسان ثريا سرمة. نعم، وأنا ترجمت كذلك. نعم، وترجمتها له أستاذ. ما مترجم. جميل، بالفرنسية، بالإنجليزية، بالعربية. أنت وهو تتقن أكثر من لغة، لذلك لغات التواصل معكم كبيرة جدا حقيقة. لا 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 يعني. وفيها مميزات، إذن علاقتكم معه نعم. كبيرة ومميزة. حدثنا عنه أستاذ. رسائله ليس كرسالة آخر يعني، لماذا؟ في كل رسالة يبحث عن علم. ما شاء الله. مثلا يسأل عن كتاب في مكتبة السليمانية، أو أنا أطلب منه في باريس كتاب، وهو يرسل دائما رسائل علمية يعني. ما شاء الله، تحتاج إلى العلم، هكذا كان العلماء. أستاذ الكريم، أستاذ محمد حميد الله درس القانون أصلا، لكنه نعم. أصبح عاشقا للسيرة النبوية، انتقل إلى السيرة النبوية بالمؤلفة. عندما درس في حيدرباد قانون، من قبل درس في جامعة عثمانية في حيدرباد، وحفظ القرآن عمره 5 سنين. ما شاء الله، 5 سنوات. نعم يعني كان حافظ القرآن يعني. وعندما أنا زرته في أمريكا في آخر عمره قبل 15 يوم في جاكسونفيل، نسي كل لغات، نسيها إلا لغة الأم الأردوية، أردو والقرآن. لم نسي كل شيء إلا القرآن. لأنه تعلم القرآن ولغة أمه معا. سبحان الله، سبحان الله. أنا إنسان يعني ترك بصمة كبيرة، لذلك أكثر من 50 مؤلف أستاذنا الكريم. لا 50، بالآلاف. رسائل طبعا، عدا عن الرسائل العلمية والبحثية وكذا. نعم، أنت ترجمت أيضا، اسمح لي هنا أن أعرض على المشاهدين هذه بعض يعني التجارب والكتب التي قمت أنت شخصيا بترجمتها، حضرة البروفيسور. نعم. للأستاذ محمد حميد الله، حدثنا عنها وعن كتبه ورسائله أستاذنا. أنا قلت آنفا إلى صديق كان طوله 1.78 متر، تحفظه، ولكن إذا كان قام ووضعنا كتبه يكون 3 مرات كمثلي، أطول منه 3 مرات. نعم، ما شاء الله. يعني أجمل كتابه مجموعة الوثائق السياسية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين بالعربية يعني، ومثلا تاريخ بخاري هو وجد، كثير من الكتب الإسلامية هو وجد في المكتبات يعني. لا، أستاذ باحث. نعم، باحث وتخصص في السيرة، كتب عن الدولة الأولى، دولة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الدولة الأولى، شكل الدولة، نظام الدولة، طبيعة فهم الإسلام الحقيقي من خلال فهمه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت قلت أنه كان حافظا للقرآن وهو ابن 5 سنوات. نعم، أجمل وأكبر كتابه على السيرة، كتبه باللغة الفرنسية وترجم إلى تركيا واللغات أخرى، كتبه في 20 سنة، استغرقه 20 عاما. نعم. من التأليف، وهو زار العربية وزار الأمكنة كله، تجول في العالم. نعم. العربي وغيره، وكتب. جميل. وهو جدا. كان نموذج للعالم الإسلامي، يعتبر في تركيا الآن أستاذنا أستاذ السيرة عمليا، هو من أكبر العلماء على مستوى تركيا في مجال السيرة. لا، على مستوى تركيا، على مستوى العالم الإسلامي. ما شاء الله، وصل إلى مرتبة عالية. طبعا كل علماء المسلمين يعرفونه، يستفيدون من كتبه. جميل أستاذنا، أنت تفضلت بذكر نقطة مهمة وخطرة جدا، كثير من المؤلفين في العالم العربي لا يترجمون كتبهم إلى الفرنسية، الفرنسيون لا يعرفون شيئا عن السيرة، أستاذ محمد حميد الله كتب بالفرنسية عن السيرة النبوية. نعم. بالتالي هذه دعوة
لمعرفة السيرة النبوية وطبيعة الإسلام للناس بلغاتهم. هذه نقطة مهمة جدا وخطرة جدا. هو أتقن 17 لغة لكنه ألف في لغات أجنبية، ليس كذلك؟ نعم، ألف بالإيطالية، ألمانية، فرنسية، يعني إنجليزية، إن شاء الله. حتى يعرفونه. ونشر كتبه ونشر كتبه وكتب يعني في مجلات. أدى ما عليه تجاه أمته وأدى ما عليه تجاه فكره الذي هو كان عامل بعلمه، ما شاء الله، يعني يعيش كصحابي، صحابي هذا الزمان شيء يعني. نعم. هنا أستاذنا الكريم، اليوم عندما نتذكره نتذكر هذه الشخصية، ما حاجتنا إلى أمثال هؤلاء؟ ما هي حاجتنا إلى أمثال هؤلاء العلماء الذين تفرغوا للعلم، تفرغوا للدراسة، للبحث، لتبليغ الرسالة الحقيقية للعلم ولأهل العلم وللبحث العلمي للعالم بأسره؟ والله يا أخوي، يعني كان يعني رجل لا يرى مثله. يعني مثلا أقول لك، كتب أكثر من 200 كتاب، لم يأخذ ولا سنتيم تأليف، حقوق التأليف أو للمال. نعم. أو بدل. عندما كانوا يؤلفون كتبه يطبعون، يسأل منهم كم يكون مثلا 10 ليرة، يقول كم تعطيني؟ ليرتين. يقول لا تعطيني، انزل من هذا، حتى يأخذونها رخيصا، يعني يخفض من سعر. نعم. الكتاب. نعم. يهتم بنشر العلم أهم من مرحي الذات. مرة أنا ترجمت له مقالة، كنت في جامعة أرضروم وطبع، أعطوني يعني تأليف، أخذت الفلوس ووديت إليه، قال ما هذا؟ قلت يعني هذا تأليف. قال ألا تعرف بأنني لا أخذ هذا؟ قلت طيب أنا أرسل إليهم. قال لا، أنت ترجمت ولك أولاد، أنا ليس لي ولاد ولا زوجة، ولكن أمر لك خذ هذا. جميل. لأنك تعبت في ذلك وترجم. نعم. فكرة وإنسان حقيقة يستحق كل الاحترام، كل الاحترام لأهل العلم، كل الاحترام للعلماء. كان يجب على كل دعوة. مرة عندما كنا في باريس، نحن كان لنا جمعية طلبة الإسلامية وندعوه ويلقي محاضرات، قال مرة سأذهب إلى مكان بعيد من هنا 15 يوم لا يكون في باريس. عندما رجع قال أنا كنت في موريشيوس، لم نسمع بموريشيوس. تعرف موريشيوس؟ غريبة جدا، ترك باريس وذهب إليها حتى موريشيوس دعوة. 15 ساعة بالطائرة. غريبة جدا، يلبي دعوة. نعم، حتى يلقي محاضرة هناك. إنسان صاحب همة وصاحب عندما هنا اليوم أقل قليل أن أقول له نحن شكرا. أنا أخجل يعني عندما يدعونا إلى محاضرة نقول يعني بعيد، كيف أذهب إلى ديار بكر؟ كيف أذهب إلى أنقرة؟ ولكن هو لا يرفض أبدا يعني. 15 ساعة سفر بالطائرة من أجل محاضرة. نعم. هذه رسالة إلى أهل العلم وإلى طلبة العلم. نقول للأستاذ محمد حميد الله أولا رحمة الله عليه، ثانيا نشكر له جهده، ونشكر لأهل العلم، للباحثين، للعلماء الحقيقيين المخلصين الذين يلتصقون بشعوبهم بالأمة، يبصرون هذه الأمة بدورها، بهويتها، بذاتها، بثقافتها. نشكر لكم جهدكم، نشكركم لأنكم أنتم، ونشكركم لأنكم واقفين أمام مسؤولياتكم. كما نشكر ضيفنا الكريم البروفيسور دكتور إحسان ثريا صرمة، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة سرت. نشكرك على تشريفك لنا وعلى هذه الترجمات لهذا الإنسان العظيم. أنا أشكركم، أعطتني فرصة حتى أعرف أستاذي. يعني ما شاء الله، شرف لنا أن نلتقيك أستاذا وأستاذا للأساتذة أيضا. ما شاء الله، أستاذنا الكريم بتواضعه الجم. أحبانا، لكان بعد شكر أستاذنا ننتقل سويا إلى قراءة كاريكاتورية.